خلينا نفوت على غرفة الاجتماعات. في شي مشكلة؟ ما بتتعلق بالشغل. فهمت. فيني ساعدك بشي؟ أنا لازم حذرك من شي عدنان بيك. شو في؟ فيروز خانو يمكن تطلب منك مصاري اليوم. هي منتهية من الناحية المادية وما قدرت تسدد الديون اللي تركها مالك بيك. الأزمة كبرت وكبرت والوضع صار خارج عن سيطرتها والدياني عم يضغطوا عليها وما ضل عندها وقت. وإذا ما لقيت مصاري لتسد المبلغ وبأسرع وقت رح تروح الفيلا. لهالدرجة؟ مستحيل تقدر تسدد، ما عاد في عندها أي رصيد ومستحيل تلاقي مصاري من أي مصدر تاني. وعلى الأغلب رح تجي لعندك. إذا بتجي لعندك بهيك طلب ما بعرف شو رح تعمل أنت، بس أنا قلت بخبرك مشان تكون مستعد. فهمت. إذا الموضوع بيتعلق بديون مالك بيك معناته بيسان وسمر لهم خبر بهالشي. هني عاشوا كل هالوضع المادي الصعب مع بعضهم. فهمت. طيب إذا بدك لا تخليهم يستنوك، أنا جاي بعد شوي. ماشي. لا تتضايق مني، هالحكي مزبوط. الزلمة ما كذب علينا، حكى كل شي صار بالضبط. فيروز خانم عم تنظر لبناتها كمصدر للمصاري. مهند انتبه على كلامك منيح أحسن ما أزعجك. وانت فتح عيونك شوي كمان. برأيك هالزواج ما صار بسرعة؟ قالوا نعم. حاضر جاي. سمر شو في؟ ماما اجت لعندك؟ لا ما اجت. الله يخليك تقولي الحقيقة، اجت لعندك؟ قلت لك لا. عدي وهدي شوي. طيب اتصلت؟ حكيتوا مع بعض شي؟ طلبت منك مصاري بترجاك تقولي. ما اجت ولا اتصلت وما طلبت مني مصاري. إذا طلبت لا تعطيها عدنان، أوعك لا تعطيها حتى لو توسلت لك. إذا عطيتها رح تزعلني. بس الدين لازم يندفع بأي طريقة يا سمر. لازم تنحل المشكلة أو بيروح البيت. حكيتوا مع بعضكم؟ شو عرفك؟ أمك ما حكت لي، نهاد قال لي كل شيء. جبرته يقلك؟ والله ما عم صدق. عم بتوصل لك بدون ما تظهر هي بالصورة. كيف عم بتفكر بهالشي؟ من وين عم بتجيب هالأفكار هي؟ رجعت تستغل نهاد؟ أنا مقدر حساسيتك يا سمر، بس بتضل أمك. ما لازم نتركها بالوضع الصعب. ما فيني أشوف بيتكم عم ينباع وذكرياتك عم تنباع معه. أمك ما طلبت مني شيء أبداً، بس بدي أعطيها توفي ديونها. لا
أنت مرتي، من شانك بدي أعطيها. أنا ما بدي تعطيها شي عدنان. إذا رح تعطيها ما رح سامحك، عم تفهم؟ ما رح سامحك. Thank you.